ريكورد البرتغالية: رونالدو يرفض عرضا ضخما من الدوري السعودي. السلام عليكم واهلا ومرحبا بكم من جديد. لكن في البداية ما ننساش نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وكمان نوحد الله. ولو مش مشترك في القناة ريت تشرفنا بالاشتراك وفعل جرس التنبيهات ليصلك جديد القناة. رفض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد الانجليزي عرضا ضخما من الدوري السعودي وفقا لصحيفة ريكورد البرتغالية. وكشفت الصحيفة البرتغالية عن تلقي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عرضا خرافيا يوم امس من الدوري السعودي يقضي بحصوله على راتب قدره 300 مليون يورو. ولكن النجم البرتغالي لا يبحث عن المال بل يرغب في الرحيل عن اليونايتد من اجل المشاركة في بطولة دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل بعد ان احتل اليونايتد المركز السادس وفقد فرصة المنافسة على بطولة دوري الابطال. ويغيب رونالدو عن تدريبات الفريق منذ بدايتها لاسباب عائلية وتخلف عن السفر الى المعسكر التدريبي رفقة الفريق بعد ان طلب الرحيل رسميا. اخي الكريم لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلك جديد القناة. دمتم في رعاية الله وامنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.